الى صديقي العزيز احمد ابعث اليك بتحياتي وسلامي وارجو ان تكون بخير اود ان اقول لك انني اسف على ما صدر مني وعن تصرف السيء اتجاهك فانا لم اقصد ايذاءك اتمنى ان تسامحني ونتجاوز هذا الموقف ونعود كما كنا سابقا سأبذل جهدي حتى لا يتكرر ما حدث مرة أخرى. أعلم أنك سوف تسامحني لأن قلبك طيب لا يعرف الخصام. أتمنى أن يصلني ردك قريبًا. وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه